فزيت الخروع من اهم الزيوت اللي خصها تكون عندنا في الدار ديالنا وضروريه، غير هي ان زيت الخروع ضروري خصنا نقلبوا على زيت الخروع اللي كتكون طبيعيه 100%، ومن الاحسن اننا ناخذوها من الصيدليات او شي بالصيدليات. زيت الخروع فيها فوائد كثيره، فيها جوج ديال الاحماض، هو الحمض لينوليك والاوليك. هاد جوج ديال الاحماض هادو اللي فيهم واحد الفوائد كبيره على البشره ديالنا، فهي كينقيو البشره، كيحافظوا عليها، كيحافظوا على المرونه ديالها، وكذلك انهم كيحميوا لنا البشره ديالنا من الشيخوخه السريعه. وكذلك عندنا ماده الريتسين، هذه الماده هذه اللي كتدخل في التركيبه ديال العديد من المستحضرات ديال التجميل، وكذلك العديد ديال الادويه لمحاربه بعض المشاكل ديال البشره ديالنا. انتم كتعرفوا بان زيت الخروع كنستعملوها بزاف للشعر، هذه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، ولكن اليوم غادي نقول لكم زيت الخروع كتستعمل الامور اخرى، مثلا لمحاربه المشاكل ديال الحبوب، خاصه المشاكل ديال حب الشباب او دوك الحبيبات الصغار اللي كيكونوا عندنا في البشره ديالنا. الطريقه ديال الاستعمال ديالها بسيطه، اننا ضروري كندفيوها واحد شويه في حمام مريم، كنديروها في القطن، كندهنوها على البشره ديالنا، كنخليوها مده ديال ساعه قل ثلث، ومن بعد كنغسلوها. العمليه كنديروها كل ليله وكنداوموا عليها حتى كيطفى داك الحبوب وما كيبقاش. كذلك ان زيت الخروع كيمكننا نستعملوها باش نفتحوا البشره ديالنا. اذا كيفاش غادي نستعملوها؟ غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الخروع ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، كنخلطوهم، كنديروا بهم، كندهنوهم على البشره ديالنا وكنديرهم ماسك مده ديال نص ساعه، وكنغسلوهم. العمليه كنديروها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور، وان شاء الله في الشهر الاول كتبان النتيجه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.